أهلا بكم في المحاضرة السادسة. اليوم إن شاء الله راح نكمل في أنواع الجرائم، جرائم الحرب. قلنا أولا اللي هو جريمة، عفوا، الجرائم الدولية. قلنا بداية اللي هو جريمة الحرب، وقلنا إيش أركان جريمة الحرب. الآن ننتقل للجرائم ضد جرائم اللي هو الدولية، ننتقل للجريمة الثانية وهي جرائم ضد الإنسانية. لقيت هاي الجرائم بتهدف إلى حماية، يعني تجريم مثل هذه الوقائع، الهدف الأساسي منها حماية اللي هي الصفة الإنسانية وحماية الإنسان بحد ذاته. وهي الجريمة تعتبر اعتداء صارخ على إنسان معين أو جماعة معينة لأسباب تكون دينية أو أسباب عرقية أو أسباب سياسية. وهاي الجريمة، علشان إحنا نقول والله في عندنا جريمة ضد الإنسانية، يجب أن يتوافر فيها بعض الأركان. الركن المادي لهذه الجريمة اللي هي جرائم ضد الإنسانية، أول حاجة يجب أن تكون مرتكبة ضد مجموعة من الأفعال الجسيمة التي تمس إحدى المصالح الجوهرية للإنسان، أو مجموعة بشرية تشترك بالدين أو الفكر أو السياسة أو العرق، وأن يتم على شكل هجوم ممنهج ومدروس ضد هذه الجماعة. نعيد تاني، علشان أنا أقول والله في عندي جريمة ضد الإنسانية، يجب أن تتم من خلال مجموعة من الأفعال الجسيمة التي تمس بالمصالح الجوهرية للإنسان، يعني تمس بجسم الإنسان، تمس بروح الإنسان، تمس بكيان الإنسان وصفاته المعنوية والروحية، يعني تمس بالإنسان ككل، سواء بكيانه المعنوي أو كيانه الجسدي، أو مجموعة من البشر، يعني يمكن شخص واحد أو 10 أو 20 أو مليون، ولكن هؤلاء الأشخاص يجب أن يشتركوا يا إما بالدين يا إما بالسياسة يا إما بالعرق، وأن يكون هناك هجوم ممنهج عليهم ومدروس وعلى عدة مرات متتالية، بحيث يتكون لدينا فكرة كاملة بأن هذا الهجوم ممنهج ومن قبل جماعة معينة بهدف إبادة أو بهدف الإنهاء أو بهدف التقليل من كرامة ووجود الإنسان الآخر أو المجموعة البشرية الأخرى. ومن صور هذه الأفعال بيعطينا صور للجرائم ضد الإنسانية، مثل الاسترقاق، يعني يمسك بعض المجموعة من الأشخاص ويقوم باستعبادهم، يجعلهم عبيد، أو أنه يقوم بإبادتهم، يجيب مجموعة يصفهم على الحيط ويبيدهم مع بعض، أو أنه يقوم بإبادة السكان الأصليين أو نقلهم قسرا من المناطق، زي ما صار في عنا لما كان الاحتلال استولى على الأراضي الفلسطينية وقام بترحيل الهوميين، ترحيل الفلسطينيين قسرا. والحالة الأخرى اللي هي السجن الذي يشكل حرمانا شديدا للحرية البدنية، يعني بمعنى لما يسجن شخص أو أسرى، يعني يكون مثلا في طرف يعني حصل على أسرى من الطرف الآخر، وفي هذه الحالة قام بسجنهم لفترة زمنية كبيرة، وخلال هاي الفترة الزمنية اللي تم أسرهم فيها قام بتعذيبهم، في هذه الحالة بيعتبر أنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية. وإذا ترتب على ذلك والله عدم رؤيتهم للشمس أو تعذيب بدني أو تعذيب جسدي، أو قام بإجهاض هذه الجماعة، قام بأنه تكسير عظام، تعذيب، قام باغتصاب، اختطاف وما إلى ذلك، كل الأفعال التي تشكل تقليل من كيان الإنسان وكرامة الإنسان ووجود الإنسان تعتبر اللي هي أفعال ضد الإنسانية.
الآن الركن المعنوي هن بيتفق الفقهاء كلهيتهم على أنه هاي الجريمة يجب أن تكون عمدية، يعني بمعنى أنه هذا الفعل يجب أن يقوم من يرتكبه بالعلم أنه هذه الجريمة دولية وأنه معاقب عليها ومحاسب عليها، ولهيك إذا قام بارتكاب هذا الفعل فإنه سوف يحاسب وسوف يعاقب عليه، وإلا إذا ما كانش عنده لا علم ولا عنده إرادة فما بيقوم اللي هي الجريمة أو الركن المعنوي للجريمة. يعني مثلا إنه يكون مثلاً والله في عنا منطقة معينة، هاي المنطقة موجودة هي سكنة عسكرية وموجود فيها بعض المدنيين، ويقام هذا الشخص بالهجوم على السكنة العسكرية وتفاجأ بوجود مدنيين بعد اللي هو القيام بالهجوم على هذه السكنة، فبالأساس ما عندوش لا علم ولا عنده إرادة، يعني ما عندوش علم إنه هاي المنطقة هي منطقة لا المدنيين ولا عنده إرادة لقتل هؤلاء المدنيين، ففي هذه الحالة لا تنطبق عليه اللي هو ركن الجريمة. الركن الثالث اللي هو الركن الدولي، وهان بقولنا الركن الدولي متى يتكون؟ عندما تخطط دولة معينة بوضع خطة مدروسة ضد جماعة معينة تشترك بالدين أو الفكر أو السياسة أو العرق أو ما إلى ذلك، سواء كانت تتمتع بجنسية دولة معادية أو غير متمتعة، يعني ممكن يكون من نفس اللي هو الدولة أو اللي هو دولة أخرى أو نفس عفوا نفس الجنسية أو جنسية أخرى، بحيث انه هاي الدولة يكون هدفها الاساسي مدروس ومخطط انها تقوم بإبادة هذا الجنس بناء على اللي هو الفكر السياسي او الفكر الديني او العرق او اللون او الجنس وما الى ذلك، يعني يكون في عندنا تخطيط مدروس لإبادة هذول الجماعة والتقليل من كيانهم. في هاي الحالة بنعتبر أنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية. ومن المعاهدات اللي أدانت هذا النوع من الجرائم، جرائم ضد الإنسانية، هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومشروع تقرير الجرائم ضد السلم والأمن البشري والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الآن الجريمة الثانية، جريمة إبادة الجنس البشري، جريمة إبادة الجنس البشري. إيش تعريف هالإبادة؟ اللي هي استئصال مادي أو إتيان أفعال مادية تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية عن طريق إجهاضها أو تعريضها للمذابح، أو تتخذ شكل الاستئصال المعنوي، استئصال معنوي متمثل بالتأثير على النفسية البشرية وحملها على العيش تحت ظروف معينة كنقل صغارها إلى جماعات أخرى تختلف عنها في الدين أو العادات أو التقاليد. يعني أعيد لكم بعبارة أخرى أنه عندنا جرائم الإبادة الجماعية بتكون خلال عمليتين، إما استئصال مادي أو استئصال معنوي. الاستئصال المعنوي بيكون من خلال القضاء على الجماعة البشرية من خلال اللي هو مذبحة كاملة بتكون لإلهم أو إجهاضهم بشكل كامل، يعني قتلهم بشكل كامل، أو من خلال الاستئصال المعنوي أني أنا أنزع جميع أطفالهم أو صغارهم عنهم وأعيشهم في منطقة أخرى بتعاليم وثقافة وعلوم أخرى وفكر آخر عن جو الجماعة الأصلية. وهناك العديد من الاتفاقيات اللي جرمت هذا الفعل، مثل اللي هو اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري عام 1948، وفي المادة الثانية إجت وعرفت جريمة إبادة الجنس البشري على أنها أي فعل من الأفعال الآتية والتي تعتبر أو يكون القصد منها القضاء على الجماعة البشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية. وهان بيجي بقولنا أي فعل من هاي الأفعال بيكون القصد منها القضاء على هو مجموعة بشرية صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية، تعتبر هاي الجريمة جريمة إبادة جماعية. ومن ضمنها حدد لنا الأفعال: قتل أعضاء هذه الجماعة، الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة الجسمانية،
الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانيا أو نفسيا، إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كليا أو بعضا منها، مثل إقطاع غزة، اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة، يعني مثلا يضعوا مواد اللي هي تمنع التناسل. 5 نقل الصغار قصرا من جماعة إلى جماعة أخرى، يعني بقوم بتهجير الأطفال، نقل الأطفال. كما بينت الاتفاقية الأفعال المعاقب عليها وهي إبادة الجنس، الاتفاق بقصد ارتكاب إبادة الجنس، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة الجنس البشري أو جنس معين، الشروع في إبادة الجنس الذي يتوافق جنس لجماعة معينة، الاشتراك في إبادة الجنس البشري. هاي بيحدد لنا كيفية الأفعال المعاقب عليها، كيفية الأفعال. قلنا إيش هي الأفعال، الآن كيفيتها، إما من خلال إبادة أو الاتفاق بقصد ارتكاب الإبادة أو التحريض على ارتكابها أو الشروع في الإبادة أو الاشتراك فيها. كل هاي الأفعال تعتبر جزء ومكون أساسي لجريمة الإبادة الجماعية، ويعاقب كل من يشترك فيها. وحددت الاتفاقية اللي هي شروط الجاني، الشروط التي يجب توافرها في الجاني، وقالت والله إنه الجاني لا يوجد التحديد لإله، سواء كان من حكام أو من موظفين أو من الأفراد. كمان بينت الاتفاقية تسليم المجرمين إنه اختصاص المحاكم الوطنية متاح لمعاقبة هؤلاء الأشخاص بجانب المحاكم اللي هي الدولية. وبالتالي من خلاصة كل ذلك يمكن أن نصل إلى أركان الجريمة الإبادة الجماعية، اللي هو الركن الأول فيها الركن المادي، يتمثل في كل الأفعال التالية. يعني كل هاي الأفعال، يعني أي فعل من هاي الأفعال يعتبر جزء من الركن المادي، المادي للجريمة، جريمة الإبادة الجماعية. أول حاجة قتل أعضاء جماعة معينة، أي وقوع عملية قتل جماعية، الاعتداء الجسيم الجسماني أو النفسي على أفراد جماعة معينة، زي ما قلنا استئصال مادي أو معنوي، إرغام الجماعة على منعها من التناسل أو التكاثر، يعني اللي هي الفصل بين الجنسين اللي هو الذكور والإناث بحيث يمنعهم من التناسل، إخضاع الجماعة على العيش تحت ظروف معيشية معينة، يعني بيضعهم في مناطق عزل كاملة بحيث أنه ما بيقدروا يعيشوا بحياة كريمة، إخضاع الصغار من خلال انتقال إلى جماعة أخرى، يعني مثلا بينقل الجماعة المسلمين إلى اللي هو الأطفال المسلمين إلى جماعات يهودية عشان يربوهم ويهودوهم ويبعدوهم عن الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك. 2 الركن المعنوي، قلنا عنا في عنا الركن المعنوي لا يتوفر إلا بتوفر العلم والإرادة، أي القصد الجنائي لدى من يرتكب هذا الفعل، يعني يجب أن يكون لديه علم ويجب أن يكون لديه إرادة. الركن الدولي هان بيشترط أن يكون يشترط أن تكون هذه الجريمة مدروسة ومعدة مسبقا من قبل أفراد تابعين للدولة أو لأراء الرؤساءهم. واضح الأمر؟ يعني يجب أن يكون هذا الفعل مرتكب من قبل جماعة تابعين لدولة معينة أو لرؤسائهم، بغض النظر هل هذه الجريمة ترتكب في وقت الحرب أو في وقت السلم. بعدها بنروح لجرائم العدوان. جرائم العدوان إيش المقصود فيها؟ المقصود فيها هي دير بالكم لما يتم تعريفها إلا في وقت قريب جريمة العدوان. وهان بيجي الكاتب يقولنا ما هي إلا فعل عدواني يتمثل باستخدام القوة المسلحة تنفيذا لأمر صادر من مين؟ من الحاكم في الدولة أو قياديين بارزين
قياديين بارزين اللي هو ضد دولة أخرى. يعني يجب أن يتم استخدام قوة مسلحة تنفيذا لأمر من حاكم أو قياديين بارزين في الدولة اللي هو المعتدية. الآن بعرفنا على أركان هذه الجريمة، جريمة العدوان. الركن الأول في هذه الجريمة اللي هو الركن المادي. الآن بعرفنا على العدوان بحد ذاته. إيش هو العدوان؟ هذا العدوان بقولنا يتمثل بأمر صادر من شخص مسؤول حاكم أو قيادي على القيام بفعل عدائي ضد دولة أخرى. طيب إيش الركن المادي فيها؟ اللي هي الفعل العدائي، وهو أمر صادر من شخص يتمتع بسلطة إصدار الأمر، ويجب أن يكون هذا الفعل باستخدام قوة مسلحة من خلال اللي هي عملية هجومية وليس دفاعية. إذا كان دفاعية لا يتحقق اللي هو يتحقق جريمة العدوان، وإنما يجب أن يتم هذا الأمر، يجب أن يتم هذا الأمر بناء على إيه؟ بناء على خطة هجومية وليس خطة دفاعية، ويجب أن يصدر من شخص صاحب قرار، ويكون هذا القرار يترتب عليه اللي هو يترتب عليه الهجوم، الهجوم على الأشخاص. أما إذا كان الفعل دفاعي فلا يعتبر اللي هو جريمة عدوان، لأن العدو لأن الدفاع مشروع على المستوى الدولي. واضح الأمر؟ يعني أول شرط يجب أن يكون الفعل من خلال قوة مسلحة أو من خلال أفعال تستخدم القوة أو العنف. اثنين، يجب أن يكون فعل عدائي ولا يكون في إطار الدفاع عن النفس، وإلا خرجت من نطاق اللي هو جريمة العدوان. الركن المعنوي هاي اللي هو الجريمة من الجرائم العمدية التي لا يمكن تصورها إلا بوجود قصد جنائي، عنا علم وعنا إرادة على ارتكاب مثل هذا الفعل. وهان بقولنا إذا علم الجاني بعدم مشروعية العدوان وقيامه به فيعرض نفسه المساءلة، يعني يجب أن يكون عارف أنه الفعل غلط تبعه ويقوم بهذا العدوان. الركن الدولي بقولنا علشان يقوم هذا الفعل يجب أن يتم العدوان باسم الدولة أو بناء على خطتها ورضاها أو من خلال اللي هي المسؤولين في هذه الدولة. واضح الأمر؟ يعني يجب أن يكون برضاهم. هان بقولنا من خلال اللي هو الاطلاع على الأركان السابقة بقولنا والله لو قام طيار عسكري بشن غارة جوية ضد دولة أخرى دون اللي هو أمر، دون صدور أمر من اللي هو قائده أو مسؤوله أو من له سلطة اللي هو إصدار القرار، فلا يتم محاسبة الدولة وإنما يتم محاسبة الشخص وحده فقط. ومن اللي هو المؤتمرات اللي نصت على هاي الجريمة مؤتمر نزع السلاح في لندن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ننتقل بعديها للجرائم المنظمة، هاي الجرائم التي تهدف إلى التجارة، وهي التجارة بكون الهدف منها أو الأساس منها تجارة غير مشروعة، وجميع الدول المجتمع الدولي يرفضها في الوقت الآني، مثل جريمة الاتجار بالرقيق وجريمة الاتجار بالأشخاص لغرض اللي هو الدعارة وجريمة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالمطبوعات الإباحية والجنسية وجريمة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب. وهي الطائفة من الجرائم المجتمع الدولي كله بينبذها ويتفق على أنه هاي الجرائم تعتبر جرائم دولية، ومن يقوم بارتكابها يجب أن يتم محاسبته أيا كان مكانه وموضعه في البلاد. واتفقوا في عدة مؤتمرات على الإنهاء على هذه الظواهر، وكان أهم مؤتمر فيها مؤتمر نابولي سنة 1994 واللي ناقش هاي المواضيع وتعرض إلى كيفية حل هاي المشاكل وناقش الموضوعات تتعلق بهاي الجرائم.
وانتهى المؤتمر إلى إصدار إعلان نابولي السياسي، واللي كان من خلاله وضع خطة عالمية لمكافحة هاي الجرائم عبر الدول. وكان سابق لهذا المؤتمر اللي هي عديد من المؤتمرات واتفاقيات سابقة بتحظر اللي هي الجرائم المنظمة، مثل اللي هو قلنا السقاق والعبيد والدعارة والمخدرات والإرهاب وما إلى ذلك. كل هاي الاتفاقيات كان من شأنها اللي هي محاربة الجرائم المنظمة. والمنظمات اتفاقيات والمنظمات كلهيتها عفوا الاتفاقيات والمؤتمرات كلهيتها وضعت خاصية مشتركة لهاي الجرائم المنظمة، بحيث لو توافرت هاي الشروط في أي جريمة تعتبر اللي هي جريمة منظمة وتعاقب عليها جميع اللي هي الجماعات الدولية أو جميع المجتمع الدولي يعاقب عليها. والخصائص المشتركة لهاي الجرائم إنها منظمة وترتكب من عصابات أو جماعات إجرامية منظمة على الصعيد العالمي، وهاي الجماعات تتخذ من عنف أو التهديد أو الترويع أسلوبا لتعاملها. والجريمة المنظمة لابد أن تكون مدروسة ومخططة. هذه خصائص مشتركة لمين؟ للجرائم المنظمة قاعد بنحكي. ويكون الهدف من اللي هو تهدف الجماعات الإجرامية من هاي الجرائم اللي هو تحقيق الربح والكسب من وراء عملياتها. خمسة، تتحرى هذه الجماعات السرية والدقة السرية والدقة في ارتكاب جرائمها. لا تقوم هذه الجماعات على شخص واحد بل مستمرة على الدوام. وهاي الخصائص بتمكننا من معرفة الجريمة المنظمة الدولية. وطبعا هاي الجرائم السابقة اللي حكينا عنها هي ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل الذكر، لأنه في عنا جرائم أخرى ظهرت حديثا، مثل جرائم اللي تتعلق بسرقة المعلومات والبيانات وجرائم الاحتيال الدولي وسرقة الباركود والهكر زي ما يسموهم الهكر، والتجار بالسلاح والاحتيال الدولي وتهريب التحف والآثار، سرقة المصنفات الفكرية وما إلى ذلك. يعني في عنا العديد من الجرائم، ولكن كلهيتها أي جريمة منظمة يجب أن تتسم بهاي اللي هو الخصائص علشان نقدر نحكي عنها جريمة منظمة. وننتهي نهاية إلى الجرائم البيئية. هاي الجرائم البيئية والتي ترتكب في حق البيئة، واللي وردت في اتفاقية لاهاي الحظر استخدام أسلحة مضرة بالبيئة، وقيدت من استخدام العديد من الأسلحة بحيث لا تضر بالبيئة. وأي انتهاك للجرائم وارتكاب الجرائم البيئية يتم المحاسبة عليها، ويعتبر أنه ارتكب جريمة دولية يمكن أن تحاسب عليه جميع الدول. ويتم استخدام يعني النص على عدم استخدام العديد من الأسلحة التي تضر بالبيئة، لأنه هاي تعتبر ثروة طبيعية لجميع الدول وتعنى بها جميع اللي هو أفراد يعني أفراد ودول المجتمع الدولي. ويجي عرفنا الكاتب هي جرائم دولية بأنها جرائم تتم بسلوك إيجابي أو سلبي قبل شخص من أشخاص القانون الدولي مع علمه بحرمة السلوك المرتكب، بأن يترتب على هذا السلوك ضرر بالبيئة الطبيعية على مستوى دولي. إيش الجرائم البيئية؟ هي جرائم تتم بسلوك إيجابي أو سلبي قبل شخص من أشخاص القانون الدولي، يعني على دولة معينة، مع علمه بحرمة هذا السلوك المرتكب وبما يسبب بأضرار على البيئة وعلى المستوى الدولي. يعني بمعنى الواحد يروح يحرق غابة، طب ما هذه راح تأثر على مش على دولة واحدة، على مجموعة من الدول، في حين أنه يمكن تقسيم أركان الجريمة البيئية إلى ثلاثة: المادي والمتمثل بإيش؟ بصدور فعل إيجابي أو سلبي بترتب عليه إحراق اللي هي أو ضرر بالبيئة، مثل هي إطلاق صواريخ مثلا على غابة. الركن المعنوي أن يكون عنده علم بحرمة هذا الفعل والسلوك ورغبته وإرادته تذهب إلى القيام بهذا الفعل.
الركن الرابع وهو الركن الدولي، يشترط أن تتم هذه الجريمة على نطاق دولي، وأن يكون أثرها يمتد إلى أكثر من دولة، أو تكون من أحد الأشخاص الدوليين على دولة أخرى، علشان نقدر إحنا نحكي إنه في عندنا جريمة بيئية دولية. وبيعطينا أمثلة على الجرائم البيئية التي لا تنسى، مثل الجرائم اللي هو الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وإن شاء الله المحاضرة القادمة نتحدث عن نظام تسليم المجرمين إن شاء الله. وبهيك يعطيكم ألف عافية.